وإذا هذا هو الموضوع اليوم الذي تناولناه فيما يتعلق بهل نحن في فقاعة تكنولوجية، الرجل يقول لا وغيره يقول نعم بطبيعة الحال. لكن نهى حسين، أنا عندي سؤال المليون. يعني نتحدث اليوم عن الفقاعات، فقاعة الإنترنت وفقاعة التأمين. أنا عايزكم تعرفوا لي الفقاعة اللي نستعمل الآن دي هي أي فقاعة؟ الصابون. سؤال جدي. فقاعات الصابون. هذه أهم فقاعات التكنولوجيا. رهوات الصابون. طيب. يعني تشبيه كثير رمزي يعني طيب يعني حاليا بالنسبه للفقاعات. ما جاوبتني على السؤال. انا حقيقي انبسطت جدا لانه يعني هذه المساله زمن ما عملتها، لكن هذه هي فقاعات الطفوله. دي فقاعه سي ام بي سي عربيه. سي ام بي سي عربيه فقاعه مسليه. ده الموقع بتاع سي ام بي سي عربيه، وده برنامج بورصات العالم، وده كله يتناسب برنامج جلسه الاعمال اللي هو ده، لانه برنامجي انا. كل ما تنفجر فقاعه تطلع كثير من المعلومات، تطلع كثير من الاخبار. لذلك فقاعه سي ام بي سي عربيه هي الفقاعه يمكن الاجمل، يعني فقاعات الالوان والالوان والمعلومات، يعني في زخم كثير اكيد يعني، فكلها بتطاير. انا حاتركم وحالتقي الساعه 8:30. ركزوا على الفقاعات دي. نعم. على بال ما نلتقي. نعم، شكرا لك يا سيد. اذا هذا فيما يتعلق اذا بحدث اذا او تحت بالنسبه الضوء. تحت الضوء فيما يتعلق اذا بالفقاعات والتي كان قد نثرها لنا الطيب اليوم.